بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنرى بإذن الله موقع جميل يتيح لك إرسال ملفات كبيرة يعني تصل إلى 5 جيجا عبر الإيميل، يعني إرسال إلى عدة إيميلات عفوا أو إيميل واحد، يعني ملفات يعني تصل إلى 5 جيجا بسهولة. نبدأ على بركة الله. قبل ذلك أدعوكم مشاهدينا الكرام الاشتراك بقناتي على اليوتيوب، قناة إسلامي، بالضغط على صابوني، وأيضا زيارة مدونتي، تجدون الرابط إن شاء الله تحت الفيديو. هذا هو الإحسان دي زاد بلوكس بوت دوت كوم. يعني يوجد أقسام كثيرة يمكن الاستفادة منها وزيارتها. نبدأ على بركة الله، نذهب إلى هذا الرابط، تجدونه إن شاء الله تحت الفيديو. يعني هذا هو الموقع، يظهر على هذا الشكل. هنا ادفع نختار الملف من الحاسوب، اي ملف، يعني صورة، فيديو، المهم تصل الى 5 جيجا او اقل، يعني لا يمكن يعني الحد الاقصى 5 جيجا. هنا ايميل اوف ريسيبينت، يعني المرسل اليه. هنا تضع ايميل او عدة ايميلات، يعني اذا اردت ايميل واحد تكتب الى ايميل او عدة ايميلات، نضغط اد مور ريسيبينت ونكتب الايميلات. هنا your email address، يعني ايميلك الخاص الذي تريد الارسال عبره، يعني ايميل الذي يمثلك انت شخصيا. يعني هنا الميساج، يعني تكتب اي شيء ميساج خاص بك، ثم تضغط send، يعني سوف تظهر لك النسبة مئوية، تأتي حتى 100%، ثم تظهر لك your transfer complete، ثم تضغط ok. يعني هكذا يعني أرسلت ملف بإذن الله. يعني الذي يتلقى الإيميل سوف يحصل على رابط يعني يكون تحميل ذلك الملف من الإنترنت عادي. وفي هذا القضية كفاية، والسلام عليكم.